بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراو. النهاردة الثلاثة يا جماعة سوق دراو ده داخل محافظة أسوان. النهاردة الثلاثة 6/6/2023 أخش نعمل لكم تقرير بأسعار الغنم والماعز. صلوا على سيدنا النبي في أول اليوم ودعمونا بلايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنخش نشوف أسعار الغنم والماعز يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله أكبر. الصلاة على النبي تبارك الله. معاك دول يا معلم؟ ايش انه؟ مش اصورك انت، ايه معاك؟ ايش انه؟ ده كاسر جوز والثاني؟ الثاني رباح. عليهم ولا فيهم بيع وشراء؟ فيهم بيع وشراء. كامل بيع وشراء؟ ده ب 9000 وده 11 ونص. صلاة النبي تبارك الله. خرفان ثقيلة يا جماعة، بس خرفان ثقيلة. خرفان تقيلة بالصلاة على النبي تبارك الله. 11000 بالصلاة على النبي. ما تاخذوش برضو يا جماعة بسعر واحد، احنا بنصور مرة واثنين وثلاثة. الصلاة على النبي تبارك الله. الله أكبر الله أكبر. هنشوف إن شاء الله، هنشوف في بهائم فيها هزة إن شاء الله هنشوفه. كام الاثنين دول معلم؟ كام وكام؟ لا أنا بصورهم. كام وكام الفلوس؟ ده تفصل خمسة ودية خمسة. 10000 الاثنين دول يا جماعة. 10000 هنشوف الهزة ونشوف الأسعار ونشوف كل حاجة. احنا عايزين نركز على الخرفان عشان لما بنجي نصور ماعز الناس تقول لنا انت بتحب الماعز. يا جماعة والله انا بصور اللي في وشي، اللي في وشي بصوره. ازيك يا عمدة؟ اخبارك؟ صلاة النبي عليك. ايه اسمه الابيض ده؟ ده كاسر جوز. عليه ولا في بيع وشراء؟ لا عليه. ايه عليه يا باشا؟ 9.5. عليه 9.5 يا جماعه. خروف ثقيل يعني ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. باقي الفرشه معاك؟ معايا. طب احنا عايزين برضه اسعار حنينه للمشاهد كده. واحد 77 لسه ما شاء الله. لا خليك. طب ما تقوموا لنا كده يا اخي كده، خلينا نشوفوه كده. الصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعه 77 يا بلاش. ده ب 77 7700 جنيه بس، ما فيش لا فروه ولا اي حاجه يا جماعه. بالصلاة على النبي تبارك الله. والثاني ده بكام؟ لباني لسه ما كسرش. والثاني لباني ما كسرش يا جماعه. صلاة النبي تبارك. كام يا معلم؟ 88. 88 8800 جنيه. واثنين دورين هنا برضه لو حد عايز حاجه حنينه كله موجود ان شاء الله. 10000 اللمتين دول. ب 10000 اللمتين. مش شداد شويه دول يا معلم؟ شداد يا بس في هزه كبيره في السوق، خلي بالك. طب الاسعار اللي هنا دول معاك؟ دول مع الراجل ده. ازيك يا عمده؟ صباح الفل. ايه الاسعار معانا من كام لكام هنا؟ اني دولة 16.5 الاثنين دول. بالصلاه على النبي تبارك الله. كام تليفونك لحد عايز له حاجه منك؟ 011 54 310 510 510. اسم الكريم؟ حازم الولي. معلم حازم. وعمار صباح الفل يا باشا. عايزين نتفرج على الفرشه الحلوه بتاعتك دي. دول حبل مع بعضهم؟ هذا الحبل ده واحد اخواته. بالصلاة على النبي الاثنين دول اخواته يا جماعه اهو. وهذا الطرف بتاعه. بالصلاة على النبي تبارك الله. الله اكبر يعني. بالصلاة على النبي. اثنين لباني دول 17.5. الصلاة على النبي. 8 وربع. 8 وربع. 8 8 8 ومية. 8 ومية. 8000 7000 7000. اسعار شديده ابو عمار والله، اسعار شديده بصراحه. طب كام التليفون لو حد عايز له حاجه؟ تليفونك كام؟ تليفون والله محافظه بس معايا الرقم. ماشي كبير. الله يوسع عليك ابو عمار. انا احطه، انا هبقى احطه من هنا. تمام. ده معنا الاحمر ده برضه. ديه؟ لا 9000. ده ب 9000 يا جماعه. خروف تبارك الله يعني ما شاء الله. كاسر جوز يا جماعه. اللهم صل على النبي. الله يبارك ابو عمار. الصلاة على النبي. برضو يا جماعة يعني ايه، هنخش ونشوف المزارعين. احنا كل اللي بنحكي من عندها دولة تجارة من. كل اللي بنحكم. الصلاة على النبي عليك يا معلم والله. بالصلاة على النبي. ابو 11000 بيجي ب 7800. بكام ده؟ 8 الا 200 بيجي. حلو والله. 10000. هذه يا جماعه الاسعار الحلوه. انا لغايه دلوقتي ما حكمتش، انا لما احكم لك اقول لك سعر حلو، صدقني انه هو يبقى سعر حلو. سنه يا معلم؟ ولا سنه خالص. الصلاة على النبي تبارك الله. السن لبانه يا جماعه ولا سنه. تبارك الله. ابو 10000 بيجي يا اخوان ناقص 18%. الصلاة على النبي. يا حبيبي بيجي ب 8 ل 200 بس.
8 الى 200. الله وكيلكم ده حلو الخروف. كم تليفونك لحد عزله هاي لقطه زي 011 27 36 36 28 29. اسم الكريم بشير يا عم. معلم بشير يا جماعه. صلاه النبي تبارك الله. هاي عليك حق والله وسع عليك. صلى على النبي تبارك الله. الله اكبر يا جماعه. الله اكبر. والله والله خروف لقطه بصراحه والله. معلم محمد. معلم احمد منور يا باشا والله. الله يوسع عليك. معك شحان النهارده ولا ايه؟ فرش دولا حبل دولا معلم. كام معلم بالصلاة على النبي؟ داير بعد كلها 35.5. داير 35. كم حته؟ 15. 35.5 يا جماعه. خرفان يعني تمشي سكة التكملة أكثر من الذبح يعني. وفي برقي لحد عاوز. وفي برقي بالصلاة على النبي. 66 برقي. 66؟ 6600؟ 66 خروف. 66 خروف؟ لحم ولا مدور؟ منه عليها. منه عليها؟ اه فيه وفيها. لا دول أنا هكلمك عليهم. الله ماشي؟ دول هكلمك عليهم أنا. يا واحد امبارح قال لي. اللي عايز خرفان برقي يا جماعة موجود يعني. اللي عايز خرفان برقي موجود. رقمنا 010-15-420-713 010-15-420-713 اللي عايز خرفان برقي، اللي عايز عيول سوداني، اللي عايز جديان سوداني، أي حاجة أنت عايزها إن شاء الله رن علي وأنا بجيب لك أي حاجة. صلاة النبي. الله أكبر. اللهم صل على النبي. صل على النبي تبارك الله. والله زكى زعيم إخبارك تمام. صل على النبي. فلوسه 9000 جدي. في خليط قبرصي يا جماعه عشان الناس هنقول لك قبرص هتقول لك لا شامي، هنقول شامي هتقول لا افغاني، هنقول افغاني هتقول لك تايواني، فاحنا اهو زي ما هو ب 9000 قافل معاه فرده يعني فرده بتساوي. صلاة النبي عليكم والله منورين تبارك الله. لحم دول يا معلم؟ كام اللحم؟ كام دي اللحم؟ اه ب 52 لحم. الصلاة على النبي. والعشر دي 25 وبيشتروا ب 100. صلاة النبي. والجدي دي الله يوسع عليك يا معلم. الله يوسع عليك. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اوريكم يا جماعه معزة لحم كومبليت لحم يا جماعه كومبليت لحم كومبليت. ازيك يا حاج صباح الفل. كومبليت بالصلاة على النبي تبارك الله. اهي اهي اللهم صل على النبي. كومبليت لحم. بصوا كده زنده كده وريني زنده كده من قدام. اللهم صل على النبي تبارك الله. صل على النبي تبارك الله. بوديه فلسطين يا حاج. اه صل على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. النبي تبارك الله. كام معلم عليها؟ 45 بس. سنها ايه؟ سنها معها الفراد. معها الفراد يا جماعه. وريني افتح كده. لا قافله يا معلم. قافله قافله جديد. لا قافله جديد بالصلاة على النبي. فين؟ اه 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 بالصلاة على النبي تبارك الله. 45 دي فلوسه ولا البيع والشراء؟ فلوسه. فلوسه الصلاة على النبي طبعا. كم تليفونك لحد عايزها؟ تليفونك كم؟ تليفونك كم يا حاج؟ كم تليفونك لحد عايزها منك؟ الصلاة على النبي. معزه يا جماعه تبارك الله. الله اكبر يعني. الله اكبر. اكتب 011 011 23 62 62 0 0 9 9 8 1 1. صفي لك كم كيلو لحم؟ رقم انا ده. صفي لك كم كيلو لحم دي؟ لا شغاله اعتبر رساله. الله يوسع عليكم يا عم. الصلاة على النبي. 25 كيلو 45 الصلاة على النبي يا عم تبارك الله والله. قنبلة لحم. ايه الاسعار معانا هنا معلم؟ ها؟ 5000. لا يا رايل بلا 5000. انت فاكرني بدق عصافير؟ لا يا رايل لا يا رايل دي دبابات دي. حتى قول لي 7.5 8 صدقك المشاهد يصدقك. كام بالله عليك؟ 7.5. الله وكيلك. 5 والله حلوين. ايوه حلوين. ما انا يعني الخمسه ب 7500 جنيه ليه خروفهم ب 500؟ الصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر والله.
الصلاة على النبي. تبارك الله ما شاء الله. 7500 جنيه. بس والله يا جماعة أنا برضو شاكك في السعر ده. يا أخي الله وكيلك بكام يا شيخ؟ الله وكيلك. لا لا قول الله وكيلك. كام يا حق الدائر فيهم؟ 92 دائر. الله ينور عليك. اه كده صح 7.5 يا رايل. خبار يا رايل. سعيد يتفرج. اه يا رايل. لا يا رايل لا. انتوا جاي اصور معاكم محمود السوق اللي فاتوا برضه. اه. بيودي للمرج يا عم. الصلاة على النبي يا عم. 92 ده الكلام المضبوط يا جماعة. اه بالصلاة على النبي. تضحك عليها تقول لي 7.5. ماشي يا عم ماشي. هتعدي ان شاء الله. عمي الصلاة على النبي تبارك الله. عمدة صباح الفل. كم الفصال فيه بالصلاة على النبي؟ الاثنين؟ الواحد؟ الصلاة على النبي. ما الأسعار نزلت يا حج احنا طيب؟ والله نزلت الأسعار. ننزلوا لك حاضر يا خال. طب ما نزل العلا في الدره كانت ب20 بقت ب15. اي والله اي والله. بس المشكله في ايه عشان نبقى صراحه؟ في الناس اللي علفت الشهرين الناس اللي علفت في الغلا. اه هي المشكله هنا. اه بالصلاه على النبي تبارك الله. هم دول. ايوه صح والله. كم تليفونك لحد عزله اثنين زي كده تليفون حافظه؟ الصلاه على النبي تبارك الله. هذه لحمين خروفين يا جماعه لحم تبارك الله يعني. اللهم صل على النبي. بس طبعا يا جماعه يعني ايه الواحد بيقول واحد على 11000. سيبك من الكلام ده. البيع والشراء القرش لما يبقى حاضر بيختلف اي حاجه يعني. الصلاه على النبي تبارك الله. 011 والله يسحبهم قبل ما بدون من 544 8 7 4 2 1. اسم الكريم محمد. كام الاسعار الاخر عشان المشاهد يعرف؟ بس الاخر سيبك من 11000 ذلك. ما فيش ب 11000. لا لا آه. اقولهم والله العظيم من 22 22 لاثنين. اه والله. طب ما كده ما هزناش حاجه والله العظيم. يا عم ماشي على التليفون ان شاء الله. يلا سلام عليكم. هذه يا جماعه برضو هنخشوا كده نشوفوا اسعار الجماعة المزارعين تمشي بكام. ده أول تقرير من الغنم والماعز. هعمل لكم فيديو تاني بأسعار الخرفان مع المزارعين. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. والناس اللي داخلة تشترك معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.